السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة سهام للطبخ والجمال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم إن شاء الله الفيديو ديال اليوم في أحسن الأحوال، بما أنه اليوم الأغلبية ديال المغاربة قرروا أنهم يصوموا هذا النهار ويقرأوا شوية القرآن ويدعيوا الله عز وجل باش يرفع عليهم البلاء اللي كلكم كتعرفوه. الله يلطف بنا ويحفظ وليداتنا وليداتكم ويحفظ الجميع ويمشي هذا البلاء بدون خسائر إن شاء الله في المغرب يا ربي وفي جميع الدول العربية بطبيعة الحال والإسلامية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الكبدة مشرملة دايرة إن شاء الله الفطور، وغادي نوريكم أشنو دايرين فيه. غير هاد الكبدة مشرملة غادي نوريكم الطريقة اللي كندير ليها أنا. عندي هنايا الكبدة ديال الدجاج مقطعة طريفات صغار، مقطعة على شكل هكذا، قطعتها هكا لحقاش كانت مكونجلية، يلا غير دي كونجلات واحد شوية. عندي واحد ثلاثة دروس ديال التومة، درت ثلاثة دروس ديال التومة، راه غيبانوا لكم كتار بزاف على حقاش التومة عرفتوه راه شي حاجة اللي زوينة ومهمة في الماكلة ديالنا هاد الأيام، استهلكوها مزيان. عندنا هنايا المعدنوس، المعدنوس بوحدو. عندي مطيشة محكوكة، إلا عندكم بغيتو تستعملو مطيشة صوص طوماط اللي كطيبوها وطحنوها كتولي صوص ديروها الى عندكم، انا ما عنديش وكما كتعرفوا ما يمكنش ليا نخرج، ما بغيتش نخرج. عندي هنايا ثومه مشل البصله مشلده، واحد البصله صغيره، هنايا نص حامضه، الزيت البلديه بطبيعه الحال. بالنسبه للعطريه عندي الملحه، التحميره، الكمون، شويه ديال البزار، وغادي نزيد شويه ديال التحميره حاره حيت ما غنكثرش من البزار. وان شاء الله نبداو على بركه الله، نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير. غنديروا شويه ديال الزيت البلديه، الا ما كايناش ديروا الزيت الروميه ماشي مشكل، اولا كاع الزبده كاين اللي كيعجبو المذاق ديالها. غنزيدوا هذيك البصيله، نخليوها تشحر مزيان، عاد غادي نزيد عليها الثومه. غنزيدوا الثومه باش تشحر لنا مع هذيك البصله مزيان. حنا راه عندنا اليوم نهار بحال رمضان، سبحان الله العظيم، حتى الاجواء ديالو بحال رمضان، مع حتى واحد ما خارج، حتى واحد ما خدام. ايوا هذه هي الحياه، الله يلطف بينا وصافي ويدير شي تاويل ديال الخير. كنتمنوا من الله يرفع علينا هذا البلاء بخير وعلى خير يا رب. بعد ما تشحرت ليا البصله مزيان البنات، انتما كما كتشوفوا، غنزيد مطيشه. الا كانت عندكم لاصوص طوماط طايبه بلا ما تزيدوها في هذه المرحله حتى تزيدوا الكبده، انا حيت عندي خضره بغيتها شويه تدير مع هذيك العطريه. غادي نزيد دابا العطريه، زدت هنا البنات العطريه. عندي هنايا الكمون، تحميره، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. غادي نزيد واحد شويه ديال التحميره الحاره، زدت هنا شويه التحميره الحاره. غادي نخلي هادشي كله يطيب. الربيع اللي هو المعدنوس البنات ما غاديش نزيدو دابا حتى الاخر، هو الحامض باش يبقى سميتو ديالهم الفوائد ديالهم يبقاو. غادي ندير دابا هذيك الكبده، الكبده كانت عندي واحد الكميه ديال الكبده ديال الدجاج، قلت علاش لا ما نديرهاش اليوم، راه غنديرها مازال في الطويجين. طيبتها في هاد سميتها هاد المقله، ولكن غير حيت هاد المقله زوينه بزاف طيبه وما كتلصقش وكطيب زوين. انا غادي نرجعو ان شاء الله مازال الطاجين. صافي غادي نغطي عليها واحد شويه ونشوف، راه دغيا كما كتعرفوا الكبده راه دغيا كطيب. هذا هو الفطور ديالنا البنات، درنا فيه العصير بحال رمضان، درنا الاتاي كما العاده، واحد البيض لاطارت صوبتها اختي، وعندنا هنايا الحريره عاديه ماشي حامضه ولكن تجي زوينه، والطميره بطبيعه الحال. تنوريكم الطاجين ديال الكبده كيفاش كيجي ان شاء الله الشكل ديالو النهائي. دابا البنات غادي نزيد داك المعدنوس اللي قلت لكم، كما كتشوفوا صافي طابت ليا الكبده، غادي غير نزيد واحد شويه
ماشي زعما باش يطيب، وغادي نعصر هذاك نص حامضه، غتعطي واحد المذاق زوين. صافي البنات، غادي نحرك غير واحد شويه هذاك المعدنوس وهذاك الحامض باش يبقى لينا الفوائد ديالو، غنديرو في الطاجين. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي بحال هكذا. راه باقي كيطبخ مع درتو في الطاجين وخليته غلا شويه باش يشد ليا السخونيه، زوقته بشويه ديال الزيتون وشويه ديال الحامضه دار خضراء، غير زوقته به باش يحيد ليا هذاك سميتو. والخبز بطبيعه الحال ديال الدار، بالخبز الدقيق الكامل. كان هذا هو الفطور ديالنا، كنتمنى من ربي يتقبل منا هذا الصيام ويرفع علينا البلاء يا ربي وعلى الجميع، ويدوم علينا النعمه ديالو. اللهم ادي معنا نعمه واحفظها من الزوال. وكنشكركم بزاف الناس القدام، تنقول لكم شكرا لكم بزاف اللي معايا وتابعيني ديما. الناس الجداد تنقول لكم مرحبا بكم عندي انتهام للطبخ والجمال، وشكرا لكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.